السلام عليكم مرة أخرى، مرحبا بكم في فيديو جديد مع أخوكم جمال ألفا. في الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على الطرق كيف تمنع نفسك من الضحك في المواقف المحرجة. أغلب الأشخاص يعانون من هذا المشكل، منهم حتى أنا، أنه بعض المرات كيكون واحد الموقف اللي كيكون صغير، كيكون قاصح شوية، الناس كتهضر من نيتها من القلب، كتجيك داك الفوغيغ، يعني داك الضحكة كتغلبك. وبعض المرات كتلقى مثلا الصفور العظيم، مثلا باك تيخرج فيك عينيه، لا هي جاتني هاد باك تيخرج فيك عينيه، تيقول لك علاش ما بغيتش تسخر، علاش ما بغيتش تسخر، وانت كتشوف الملامح ديال الوجه ديالو وما كتهتمش بالموضوع، وكتغلبك الضحكه وكتعتبر اهانه واجمل اصابه كتحصل عليها. المهم انا نعطيكم بعض النصائح اللي انا طبقتها والحمد لله نجحات. مني اول حاجه بعدا خاصكم تعلموا واحد القضيه ديال انكم خاصكم تعرفوا الموقف اللي نتوما فيه، واش يمكن لك انك تضحك، حيت راه بعض المرات الابتسامه ما كتنفعش، يمكن لك تضحك ولا ما يمكنش لك تضحك، وشوف الناس عاوتاني كيف دايرين، حيت كاين اللي كيكون ديك الساعه مجروح ولا كيهضر مني شو قلبه، انت بس كتضحك كتعتبر اهانه، انت ما قصدتيش، ولكن انت كتجيك ديك الحاله ديال الضحك وكتكون شويه خايبه، وكاين الناس اللي ما كيتقبلوهاش. اول حاجه ملي تجيك ديك الضحكه حاول تقص راسك ولا عض لسانك، يعني غير تجيك تزرب على راسك قرص دير صافي بحال كيضربك الضو كتفيق، ولا عض لسانك صافي كتزير راسك، يعني ما يمكنش انك غادي توقف ديك اللحظه وغادي ترجع الانفاس شويه ديالك، فهمتي. ثاني حاجه فكروا في الاشياء الحزينه، ملي تجيك الضحكه تفكر مثلا نهار اللي كنتي داير مع واحد البنت وخلاتك معلق، مخلاتك معلق شدتني الايام، كل تفكروا دابا نتوما الاشياء الحزينه، يعني اي واحد فينا وقعوا ليه شي اشياء حزينه، انت ملي تجيك ديك الضحكه حاول تفكر ديك الاشياء الحزينه، غادي تعيش انت مع الجو ديال الحزن، فهمتي. ثالث حاجه حاولوا اخفاء رده فعلكم عن طريق السعل، السعل تغلبك الضحكه بحال هكا صافي خرج سد يدك بحال مكف فمك، انت راه غلبك الضحكه وخرج، اون فوا تغادر الغرفه انفجر بالضحك. دابا انت حاول ان يعني حاول ديك ردة الفعل تخفي بحال مكف، دير راسك زعما كتكحب وانت كتموت بالضحك مخبي فمك، ما يمكنش كتكحب، هي وحلات لي كتكحب وانت كتضحك، تخرج برا وديك الساعه تضحك مع راسك. رابع حاجه خاص تكون عندك واحد البراعه في التمثيل، خاصك تعرف تكون كتمثل، يعني وقضية أخرى خاص يكون عندكم داك ما قلتش في علم النفس، التفكير العكسي، مثلا تكون شي حاجة كضحك أنت عارف نفسك كضحك، إيه كضحك صافي، أنت يعني كتقول صافي كتولي عادي ديك الساعة ما كتقدر تضحك لا شي لا. خامس حاجة مني تزيرك الضحكة نيت دير يدك بحال مكا على فمك، بحال مكا ضع يدك على فمك، زير مزيان حكم فمك وسفر مني في ديال، بس تنفد داك الوقود داك ليسانس ديال ديك الضحكه تخوي كامل في ديك التنفس، فهمتي، دير فهمتي هاي بدات كتخوى. المهم كان هذا هو الفيديو ديال، الى حصلتي قدم اعتذار، هذا الشيء الى زهقتي العلم لله. المهم انا قلت لك خطوات، يعني تقدر تطبق غير وحده وتقدر تنجح، تقدر تطبقهم كاملين وما تنجحش، علاش؟ حيت انت بحالي، واني اغلبيه ناجحين ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديروا اعجاب على الفيديو، تبارطاجيو الفيديو، تضعوا التعليق ديالكم، دير اشتراك على القناه باش يوصلوك جديد الفيديوهات ديالنا، نتلاقاو في الاخر ان شاء الله. السلام عليكم. للتوصل بكل جديد على قناة جمال ألفا، المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي، وتصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.